اهلا وسهلا فيكم، نرحب بزميلنا الصحافي النشيط جدا الصحافي الحر مصعب الشوابكي. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. من اين تريد ان تبدا وحصاد هذا الاسبوع؟ يعني بتعرفي انت شفتي الاعلام عنا بالاردن، انا مش بدي اوجه نقد او شيء او الى اخره، بس في عندي لوم انه الاعلام لازم دائما يكون منحاز اكثر لحقوق الناس وحريات وقضايا الناس، واعتقد انه هذا الشيء يعني مش ترف، لانه اصلا احنا ربما الشيء اللي بندافع عنه هي هاي القيمه المهمه. نعم. اللي هي انه الناس تعيش بحريه وكرامه وبعيده عن اي انتهاك. عن اي حادثه تقصد؟ لانه في الكثير من الانسيدنس كانت شفت الاعلام الاردني نوعا ما مغيب عن قضيه كثير مهمه كل العالم كان يتطرق لها، هي قضيه مقتل الصحفي خاشقجي. ما بعرف انا ايش السبب، بس يعني ما بدي احلل واتكون او اتكهن، بس كان بالنسبه لي انا غريب حتى انه نلاقي مثلا قراءه تحليليه نقديه للموضوع، تعالج الموضوع بطريقه مختلفه عن الطريقه السائده. نعم، يعني احب ان يعني اشاركك برايي، انا متفقه معك تماما. الاردن الرسمي قد يكون اعلن بيان كان مقتضب بدايه وكان متوازن الى درجه كبيره جدا، ذهبت اكثر الى التضامن مع السعوديه ضد الاشاعات وايضا الى ثقه الاردن بحكمه السعوديه في الوصول الى الحقيقه، هذا من جانب. جانب اخر، تاريخيا الاردن لا يتدخل كثيرا في هكذا قضايا لها علاقه بالاغتيالات، لا يحب ان يقحم نفسه في الاصطفافات ان احببت. هنالك جزئيه في غايه الاهميه، لا ننسى اليوم ان السعوديه هي حليف مهم جدا بالنسبه للاردن، هنالك الامور الاقتصاديه التي لها علاقه اما بالمساعدات او بالعاملين المغتربين، وفي تقديري القضيه قد تكون الاهم انه بالمطلق الاردن يعي تماما انه سيكون هنالك تبدل في المنطقه، بمعنى انه هذه المكاسره اللي رايناها ما بين انقره قطر والسعوديه وبالمطلق يعني الامريكي سيحسمها في وقت معين، قد يتغير هذا المشهد. هذا من ناحيه الاردن الرسمي، الاعلام الرسمي. اما ان تقصد اذا كنت تقصد تقصير الاعلام الخاص او الاعلام المستقل، فلا ننسى اليوم ايضا انه في عندنا قوانين قد تجرم في حال يعني ذهبت كلمة من هنا أو هناك تحت بند الإضرار بالدول الشقيقة. لا أبرر، لا أتبنى موقفا، ولكن قد تكون هذه رؤية لا أعرف يعني تتفق معها أو تختلف. يعني هو الفكرة، أنا مش ما بدي أنه إحنا نكون باصطفاف بأي اتجاه أو بأي جانب. الفكرة أنه في عندنا حادثة، حتى السعودية اعترفت أنه الصحفي قتل. نعم. أوكي، فيعني من هون إحنا كجسم إعلامي وكوسط صحفي انه احنا يجب ان نتضامن انه لا لقتل الصحفيين بغض النظر عن شو مكانته، هلا السعوديه بدها تحاسب المقصرين الى اخره، وهذا شيء جيد. نعم. اوكي، لكن انه فعلا انه نسكت عن حادث انه ما ننتقدها، حتى ما بدها تتكرر مع زميل اصلا في بنغلاديش او على زميل في السودان او على زميل، يعني حريه الراي والتعبير تماماً. هي كثير مهمه، لانه حريه الصحافه مش حق للصحفيين اصلا، هي حق بالنهايه للمجتمعات، واذا كان الصحفي ناقد او كذا بدنا كمان انه يعني ما بيتبنى دائما روايه رسميه. نعم. بدنا على الاقليه انه لا يتعرض لانتهاك، على الاقل لا نتجرد من انسانيتنا. نعم. وهنا يعني افهم عليك تماما، وقد نسجل هذا التساؤل الى خالد القضاء يعني عضو في نقابه الصحفيين التي غابت ايضا عن المشهد، اليس كذلك خالد؟ صباح الخير. صباح الخير استاذ خالد. صباح الخير لكل المستمعين. اهلا، يعني احب زميلنا مصعب الشوابكي ان يسجل لوم عتب ليس على الاعلام الرسمي، قد يكون لانه حسابات الاردن الرسمي تختلف، ولكن قد يكون على الجسم الصحفي والاعلامي وهذا الصمت ان احببت فيما يتعلق بمقتل الخاشقجي رحمه الله عليه. هلا بعيدا عن من هو السبب، او على الاقل انا على اقل تقدير لم اجد ان احببت خطاب او بيان من نقابه الصحفيين، كيف تبرر ذلك؟ احنا يعني انه الحادثه كانت هي حادثه شغلت العالم كله، والحادثه كانت تتناول في جميع وسائل الاعلام. نعم. وكانت هناك مواقف متباينه من هذه الحادثه، اعتقد ان الحادثه انحرفت باتجاه انها
انها لا، ولكن هذا يعني بعيدا عن الجانب التحقيقي، اليوم نقابة الصحفيين الأردنيين، وهي اليوم يعني ايضا في افكار ان شاء الله يصير في تحالفات قد يكون ما بين النقابات العربية كلها، هل يعقل ان تغيب بغض النظر نختلف نتفق مع يعني المرحوم في طرحه، بغض النظر ايضا عن الموقف الأردني الرسمي السياسي، الابعاد السياسية دعها على جانب، نتحدث عن انتهاك صريح للحريات الإعلامية، المحصلة لم تكن فقط اغتيال حرية وفكر وإنما تصفية جسدية. يعني هو كان في هذا الموضوع طرح بين خلال نقابة الصحفيين خلال التداولة، فكان القرار قرار الأغلبية في مجلس نقابة الصحفيين هو أن نأبي نفسنا عن هذه القضية وانتظار الأحداث كيف تتجلى. هل أقنعك ذلك أستاذ خالد وأنت يعني المؤمن يعني جدا بالحريات؟ إحنا مجلس منتخب وفي قرارات يجب على حتى الأقلية أن تلتزم بقرار الأغلبية، فكان الذهاب بهذا الاتجاه، واحنا احترمنا قرار المجلس وهذه هي بالنهاية التصويت، اتفق مع حضرتك. طيب قبل ما اسالك عن المعلومات التي رشحت بامكانية رد قانون جرائم الالكترونية الى مجلس النواب، اذا ما اخذنا هذه الجزئية تحديدا، هل كان هنالك خوف لا سمح الله من ان يطال اي صحفي اي اعلامي يكتب بتجرد، ايضا ان يطاله فرضا اعتقال، ان يطاله توقيف بسبب الإضرار مع دولة شقيقة؟ يعني هذا كان أيضا بالحسبان من وجهة نظرك؟ لا لا لا، يعني شوفي في ناس كثير تناول هذه القضية في أكثر من جانب وأكثر من محور، سواء كان على صفحة على الفيسبوك أو حتى في 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 منشورات خاصة فيه أو حتى في إشارة إلى في مقالات، كانت الناس تتناول هذه القضية من جانب الإنساني. نعم. وهذا حقهم وحقهم وحقهم. وهذا مقدم. مهم لأن الجانب الإنساني يغيب اليوم. تختلف معهم أو تختلف معهم بالنهاية، هناك مقتل إنسان. فعلا. يعني مقتل إنسان بالنهاية، وهذا الإنسان كان يعمل صحفي. طبعاً. وكان له دور وكان له موقف. طبعاً. يعني طبعاً. ويمكن بسبب آراء أو تم تصفيته، لكن بهذه القضية تحديداً أنا كنت أرغب دائماً. انه حتى اداء بعض الزملاء في انه لم يكن بالمهنيه المطلوبه، مثلا انا بدي احكي لك على المستوى اللي يعني انا واحد من الناس اتصل فيه شخص بيقول لي استاذ انا منك تصريح على القضيه، قلت انا شخصيا ما عندي مشكله اعطي اي تصريح اي اتجاه بصفه شخصيه ليس كذلك؟ لا 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 لا، بصفتي مثلا عضو بين الثقافه الصحفيه، قال لي بدي تصريح عن الصمت الاردني اتجاه القضيه، قلت يا اخي روح احكي مع الحكومه، ليش تحكي معي انا؟ يعني حتى القضيه للاسف سيست من الصحفيين انفسهم. طبعا طبعا. طيب وكمان احنا نحكي نفسنا، يعني في اللوم اتجاه الصحفيين، في بعض مواقع كانت مياله بهذا الاتجاه وبعض الجهات كانت مياله بهذا الاتجاه وارادت توظيف هذه الحادثه للي صاحب الطرف الاخر. نعم. وهذا للاسف يعني هو واقع الاعلام اليوم الموجع والموجع يعني جدا، انه هذه الصحافه الحره، هذا الاعلام المستقل بكل ما تحمل الكلمه من معنى يعاني من تضييق، وبالتالي يتم مصادرتنا نحن ان اردنا ان نطرح يعني الموضوع بموضوعيه ومهنيه. يعني للاسف كانت هناك حتى المواقع حتى في بعض جهات وجهه مؤسسات اعلاميه صارت انها تستغل هذه القضيه لصاحب الخصوم. نعم. يعني تستغل، وهو بدك تسال في العديد من التساؤلات تطرح هنا يا استاذ خالد، من يملك هذا الموقع او هذه القناه؟ من يمول هذا الموقع او هذه القناه؟ ما هي الاجندات سواء لي يعني التوسع في هكذا موضوع او تغييب هكذا موضوع؟ على العموم بالنسبه لقانون جرائم الالكترونيه، هل هيك ان شاء الله صار عندك لو جزء بسيط من التفاؤل انه في امكانيه لرد هذا القانون من قبل مجلس النواب؟ لا 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 لا، احنا ما بنرى مجلس النواب يرد، احنا بدنا الان مجلس النواب اذا رد القانون راح يروح في 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 نفق مظلم. بس هكذا ما سمعنا من تراونا يوم لا لا، الحكومه سحب القانون. اوكي، وهذا سيحصل؟ سحب القانون نفس ما صار في قانون الضريبه. نعم. اعادته ووضعه من جديد ومناقشه مجلس الوزراء من جديد وفتح حوار وطني واستقبال ملاحظات عليه، ويعني وممكن الالتقاء بمكتب الفعاليات من ثم ارساله من جديد الى طيب. الى مجلس يعني سريعا جدا، ترى ان الحكومه بالفعل على الاقل تترجم ما قاله دوله الدكتور الرزاز ان هذا القانون مصيبه على الارض وتقوم بسحب هذا القانون؟
نتمنى ان تكون الاصوات المؤيده لسحب هذه القانون اكثر قوه واكثر اصرارا في مجلس الوزراء على سحب هذا القانون. انت عارف كيف تصير الامور، ونتمنى ان يكون هناك دفع حقيقي لسحب هذا القانون، لانه بقاء هذا القانون سيطيح بمكانة الأردن عالميا. نعم، وسنتراجع للأسف على مؤشر الحريات العامة. شكرا جزيلا أستاذ خالد القضاء، يعني منتابعك في كل وسائل التواصل، وهذا النضال الشرس للتوعية بهذا القانون، وأيضا التوعية ب يعني التضييق اللي من جراءه ممكن أن يحصل علينا جميعا. وبالمطلق لا نريد أي عبث فوضوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليس بهذه الطريقة. شكرا جزيلا تعليقك، تأخرنا عليك ولكن أنت اللي فتحت الموضوع، كنا حابين نسأل ممثل الصحفيين أنه ينطرح هذا الموضوع. هذا باعتقادي أنه شيء مهم، لأنه يعني ما بزبط يكون في هاي القضايا أصلا يعني ساكتين ومحايدين. المهم فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، بعتقد سحب القانون زي ما بتفق مع الاستاذ خالد، سحب القانون راح يدخلنا بنفق مظلم. ليش؟ لانه راح رد القانون نعم. اسف، لانه راح يودينا الى مجلس الاعيان، وبالتالي مجلس الاعيان ربما يجري تعديلاته عليه، وبالتالي يعود الى النواب، ومن ثم تكون لجنه جلسه مشتركه ويتم المصادقه على القانون. وبالتالي هون يعني فكره انه رد القانون من قبل مجلس النواب ما راح يكون هو سحب القانون. احنا ما بدنا ينسحب القانون فقط، سحب القانون لانه هذا مشروع معدل. صح، بس أوكي. عندنا مشكله في الماده 11، راح يظل القانون موجود. نعم. يعني انت بدك تسحب لي التعديلات اللي لها علاقه بالاشاعه، واللي لها علاقه بالتطبيقات، واللي لها علاقه بالعنصريه والحظ على الكراهيه. مش هذا المطلوب، المطلوب اعاده دراسه كل القوانين الناظمه للعمل الصحفي والاعلامي، وايضا كل القوانين الناظمه للحريه والفضاء العام، ابتداء من قانون المطبوعات والنشر، حق الحصول على المعلومه، قانون هيئه الاعلام، قانون الجرائم الالكترونيه، قانون وثائق وحمايه اسرار الدوله. ايضا بدنا نطلع الفضاء العام، مش بس كمان هو صحافه وصحافه الكترونيه وايضا سوشيال ميديا. نعم. كمان بدنا نطلع على قانون الاحزاب، قانون الانتخاب. اذا بدنا نرتقي حقيقه باردن ديمقراطي حر، بدنا نطلع على هاي القوانين وحده واحده. لا يعني لا افهم كيف الحكومه اللي هو بالدوره الاستثنائيه دفعت بقانونين الى المجلس. هو صح قانون حق الحصول على المعلومه هو قانون قديم موجود لدى المجلس من 2011 2012، لكن في ارادتين متعارضات، واحده بتقول لك انه احنا بدنا نكون شفافين، واحده بتقول لك انه نضيق حريه الراي والتعبير. ايش الحكومه؟ طيب يعني قبل الوصول لهذه الجزئيه، لانه هذا ايضا اليوم تساؤل يطرح حول تعهد حكومه الدكتور رزاز، وهل بالفعل كانت شفافه الحريات في عهده تحديدا. ولكن بدي ارجع لفكره الحريه في الفضاء العام. احنا عندنا اشكاليه اليوم في كل ما يتعلق بالاتصال السياسي، ولا نتحدث فقط عن الاعلام، ليس كذلك؟ اذا بدنا نحكي يعني قبل يومين جرت يعني اعتقالات، مليء بالالغام بصراحه. طبعا قبل يومين جرت اعتقالات لناشط اسمه سعد العلوين، وناشط اخر بلواء ذيبان، حراك لواء ذيبان. يعني ايش الرساله اللي احنا بدنا نفهمها؟ ناس كانت عم تطالب باستعاده اراضي الباقوره والغمر، يعني يقال انه السقوف لم تكن متوازنه، وهذا يعني الاصل ان يكون يعني هنالك قانون يعاقب على ذلك. يعني انا لا اتبنى يعني موقف، فكره انا اقول فكره السقوف الآخر. نعم. فكره السقوف هاي فكره وهميه، بدنا نحكي ونحط النقاط على الحروف. انت عندك واحد سقفه عالي، سقفه عالي بايش؟ سقفه عالي بانه يحكي راي، يعني هو بالنهايه حتى السقف العالي اللي بيحكيه بيحكي راي، والسقف العالي اللي بيحكيه بينتقد فيه شخصيات عامه وبينتقد فيه حاله عامه. اذا حريه، ولكن راس الدوله له حصانه، انت تعرف ذلك، يعني لا نتحدث عن اي شخصيه. انا ما بعرف ايش اللي قاله سعد بالضبط، ما بعرف ايش اللي قاله سعد بالضبط، وما بعرف ايش اللي حكاه كمان الشاب المشاعله، بس حتى الـ يعني انتقاد راس الدوله هو مجرم بقانون العقوبات. صح. وهو اطاله صح. لسان، لكن حتى محكمة التمييز رأت بأن إطالة اللسان تدخل في خانة الذم والقدح والتحقير، وهي هاي من القضايا المرتبطة بالحق في الرأي. يعني هو أساء أو تجاوز الحق في الرأي أو الحق في حرية الرأي والتعبير إلى ذم وقدح وتحقير. طيب، طالما هاي القضايا تنطوي على هذه المخالفة، يجب أن تكون العقوبة مدنية، يجب أن لا تكون العقوبة الحبس. نعم، يجب أن لا تكون العقوبة الحبس، لأنك مصادرة
الحق في الرأي والتعبير بالحبس هو إزهاق للكفالة الدستورية في المادة 15 اللي هي تنص على أنه الحق في الحرية في الحق بالرأي والتعبير، وأيضا تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن الاتفاقات الدولية. نعم. هلا حتى أكون متوازنة، أولا أنا لا يعني بالمطلق لا أدعي أني بعرف الكثير من التفسيرات القانونية اللي تفضل فيها حضرتك، وأيضا لا يوجد لدينا طرف آخر يتحدث بغض النظر عن مواقفنا وقناعاتنا. نحن نتحدث أيضا عن الحريات في عهد دولة الدكتور رزاز، وتحديدا ما رشح يوم أمس بقانون له علاقة بأسرار ووثائق الدولة. البعض شعر أنه في مغالاة، طيب ما في عندنا العديد من القضايا كشفت لأنه تم تسريب إحدى وثائق الدولة وكانت للمصلحة العامة للصالح العام. هلا في عندنا قانون اسمه قانون النزاهة ومكافحة الفساد، صح. هذا القانون في نظام اسمه حماية المبلغين والشهود. أنا بعتقد أي واحد سرب ورقة أو وثيقة تنطوي على عمل من أعمال فساد، رشوة، تضارب مصالح، اختلاس في الجامعة، اختلاس إلى 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 آخره، هذا الشخص يجب أن لا يسأل. لماذا يجب أن لا يسأل؟ لأنه كشف قضية في غاية الأهمية. صح، قانون نظام حماية المبلغين والشهود يجب أنك أنت تبلغ، لكن هناك مطلق صفارة أن هناك مشكلة وهناك فساد وهناك يعني ربما انتهاك لحقوق الناس، هذا الشخص يجب أن يحمى حتى لو سرب هذه الوثيقة. وإحنا شفنا بي 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 في كثير بقضايا العالم أنه لو لم تكن هناك تسريبات، سواء إذا نطلع بنما بيبرز هي عبارة عن طبعاً تسريبات طبعاً. عن ويكيليكس إلى آخره، أس بي سي حسابات الحسابات المصرفية السرية في بنك HSBC. فأنا بعتقد أنه هذا التضييق هو غير مبرر، اوكي، وانك انت تقول لي والله ان الوثيقه بدنا نصير نحط عليها محمي او سري او محدود مدمغه نعم. وفق قانون حمايه وثائق اسرار الدوله اللي هو موجود ب 1970، بنعرف احنا 1970 71 ايش كانت العقليه اللي فيها والسياق اللي كان فيها المسؤولين، ما بيزبط احنا نرجع للوراء. اصلا هذا القانون هو مقيد لحريه الناس وضاغط على الحق في الصحافه الحره والنقد. هذا بحاجه لإقرار ايضا من السلطه التشريعيه ولا هذا القانون موجود، وهذا القانون كان مؤقت، وحتى كيف تم اقرار هذا القانون وصار بصيغه رسميه، اذا نرجع على الجريده الرسميه راح نلاقي فيه يعني اقر بجلسه واحده مجلس النواب، لا، هاي الجلسة اللي أقر فيها قانون حماية وثائق أسرار الدولة بجلسة واحدة كان مدتها نصف ساعة أو ربع ساعة. نعم. فكارثة خطيرة أنك تيجي يعني كانت استجابة انفعالية. نعم. إن أحببت ولم تأخذ وقتها من وهذا بيصير بكثير من قوانين المهمة، آخرها أصلاً تعديلات الموازنة دستورية. ما هي قد إيه قرروها بساعة موازنة إلى آخره. فأنا بعتقد أنه التشدد هذا في غير محله. الأصل أنه والله أنه إحنا حتى يكون بقانون الحق في الحصول على المعلومة حصانة، لأنه أي واحد بيسرب معلومات إلها علاقة بقضايا فساد أو إلها علاقة بحقوق الناس. مصعب، إحنا يجب أن نتحدث معك أكثر إن شاء الله في بحر الأسبوع القادم، ولكن يعني كل ما تتفضل به حضرتك مهم جدا. اليوم يجب أن يكون هنالك قناعة في عقل الدولة الأردني إنه حرية الرأي المسؤولة هي ضمانة أيضا للنهوض بهذا البلد وليس العكس لا سمح الله. ولكن لا نستطيع أن ننكر إنه هنالك فوضى أحيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذا على الأقل على الإعلامي والإعلام المحترف أن يتأكد من وثائقه من معلوماته، أما ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من غير المهنيين والمحترفين بالمطلق يجب أن تكون هنالك قد يكون قوانين إذا لا سمح الله ما وصلت إلى اختيار شخصيات. هذا فضاء عام. هذا فضاء عام. هذا فضاء عام. ما بقدر أنا أقيد الناس أعمل. لا يعني لكن في شغلات. كل الناس ما بقدر. في أشياء يعني في ضوابط الجميع متفق عليها. ماشي. تمام. أنا في هذا. أنا بتفق إنه في ضوابط. هلأ على نشطاء التواصل الاجتماعي يعملوا مدونات شرف ومواثيق شرف. هي تصير تحكمهم، مش تحكمهم قوانين انه قانون كذا كذا، هم خليهم ينظموا انفسهم بانفسهم. صح، صح. هذا واحد. الجانب الثاني، ما بيزبط اذا عندي 10 على الفيسبوك بيخترقوا القوانين او بيسيئوا للشخصيات العامه اني انا افصل قانون. الشيء الثاني في غايه الاهميه
احنا يجب على الدولة انه تشيع حرية الرأي وتدعمها، وبنفس الوقت انه تعمل توعية سواء في التربية، تربية إعلامية، تعمل ثقافة قانونية لدى الناس وتوعية الى 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 اخره. وبالنهاية لابد نفرق انه في بين الشخص الطبيعي والشخصية العامة. الشخصية العامة طالما ارتضى ان يكون تحت الضوء وارتضى ان يعني يكون في هذا المنصب، بدها تضيق مساحته وحريته لصالح حق الناس في النقد. وبالتالي انت جاي مسؤول، بدك تتاكد انه ربما انك يتم انتقادك. يعني انا من وجهه نظري، وهي يمكن اخر جمله، لا ادري تتفق او لا، عندنا غياب حقيقي لجذور المشكله. اليوم كل ما نشاهده من فوضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لانه لا احد يصدق اي شيء من الحكومه ويصدق كل شيء عن الحكومه. اذا المشكله الرئيس هو هذه الفجوه الثقه، يعني فجوه في الثقه، وبحاجه لخطط ورؤى واستراتيجيات للبدء فورا بترميمها. نتمنى ذلك. هل الحكومة صار فيها تعديل؟ وبعد التعديل فاتت شخصيات، احنا كمان يعني نتمنى انه يعني زي ما كانت تتناضل على الصفحات الصحف والجرائد انه نلاقي نضالات فيسبوكية، موقف يعني في صالح الناس. اليوم اخر الاسبوع، الله يحميك. الله يسعدك. شكرا جزيلا مصعب الشوابكي، اهلا وسهلا فيك. فاصل مشاهدينا، نكون مع المهندس عامر الشوبكي الخبير في المشتقات النفطية.